سماك لا يضطرب مطلقا سماك، إنما يضطرب عن عكرمة. إذا روى سماك عن عكرمة اضطرب، وإذا روى سماك عن غير عكرمة فحديثه صحيح. قد احتج به على هذا النحو الإمام مسلم في صحيحه، واحتج به أهل السنن، وصحح له الترمذي في جامعه. سماك بن حرب عن جابر سورة في الوضوء من لحم الجزور، حكم ابن خزيمة الاتفاق على تصحيحه في صحيحه، مع أنها من رواية سماك علاقه تلقيهم لحديث سماك بالقبول. وكذلك صح الحديث أحمد وإسحاق، هذا اللي أحمد رحمه الله يوثقه إذا لم يكن عن عكرمة، ولكن صحيح حديثه وهو لا يعرف إلا من طريقه. طيب عبد الملك بن عمير، عبد الملك بن عمير ثقة أيضا، ثقة لكن تكلم في بعض الحديث يسيرة، ولكن الأصل فيه أنه ثقة. قل له أشد اضطرابا من سماك، أشد اضطرابا في رواة معينين صحيح، لكن نحن نقول عن سماك أنه مضطرب فقط في عكرمة، مع ذلك ما نقول نحن مضطرب.